بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي في هذا الصباح، وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده وسن الحيل والزمول، وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع الخاص للحيل من مسافه 8 كيلومترات نسير. مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثة عن الناموس، نبدأ مع البداية مع أول المراكز والمقدمة بحور بشعار هجن العاصفة على أول الأسماء، وغياث الهلالي يقدم لنا بحور مع أول المراكز وأول التحديات. ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات وصلت بلشة للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير مع بلشة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز القادمة والمتقدمة مع ثالث المراكز وصلت عالية بشعار هجن الشحانية والمشاق محمد بن خالد العطية مع ثالث المراكز. رابع الأسماء اسباير هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقدم اسباير مع رابع الاسماء. خامس المراكز غالية لهجن المرقاب وعلي بن سالم بن حمد المالكي مع خامس المراكز، يتواجد مع غالية مع خامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة في دائرة النداء والإذاعة. ولنا عودة مع البداية، لنا عودة مع المقدمة. هناك بحور بشعار هجن العاصفة، غياث الهلالي يقدم لنا بحور مع أول المراكز وأول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا القادمة بلشة للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين مع هنا ثاني المراكز ومع بلشة. ثالث الأسماء عالية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، يتواجد المشاقب مع ثالث المراكز ويقدم لنا عالية. رابع الأسماء وصلت سباير مع رابع المراكز بشعار هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري يقدم سباير ويحضر مع رابع المراكز. خامس الأسماء غالية هجن المرقاب علي بن سالم بن حمد المالكي في عملية التضمير. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. لا جديد على الخمس المراكز التي تنطلق في دائرة النداء والإذاعة، ولكن هناك أسماء وشعارات لم يحن موعد دخولها. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، نعود إلى بحور تنطلق بشعار هجن العاصفة، غياث الهلالي يقدم لنا بحور مع أول الأسماء وأول التحديات. هجن العاصفة تحضر مع البداية مع أول المراكز وتقود هذه الأسماء وهذه المسيرة الأصيلة وهذه الشعارات، وغياث الهلالي يتابع لنا هنا بحور مع أول الأسماء. ثاني المراكز عالية هجن الشحانية تتواجد مع ثاني المراكز، ومحمد بن خالد العطية يقدم عالية المشاقب مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصلت القادمة سباير هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري يقدم سباير مع ثالث المراكز بشعار هجن الشحانية. رابع الأسماء بلشة للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق فضل الأمين مع بلشة مع رابع المراكز. خامس الأسماء غالية هجن المرقاب علي بن سالم بن حمد المالكي في عملية التضمير مع خامس المراكز. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الرياض
الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة وسن الحيل والزمول، سن الكبار ومسافة 8 كيلومترات. تنطلق هذه الأسماء عبر هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. تحضر هذه الشعارات وتحضر هذه الأسماء على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، إلى بحور هجن العاصفة. مع البداية غياث الهلالي يقدم بحور مع أول الأسماء وأول الشعارات من بداية الانطلاق، وبحور على الصدارة على البداية. 4 كيلومترات تنقضي ويتبقى 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة، والبداية شعار هجن العاصفة مع بحور غياث الهلالي. ثاني المراكز القادمة والمتقدمة قدمة عالية، هجن الشحانية، المشاقب محمد بن خالد العطية يقدم عالية على ثاني. إلى أسماء ثالث المراكز وصلت سباير هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا سباير مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز أو رابع الأسماء وصلت بلشة للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ويتقدم الصادق فضل الأمين في عملية التضمير مع رابع المراكز. خامس الأسماء قالية لهجن المرقاب علي بن سالم بن حمد المالكي مع خامس المراكز. لا جديد على الخمس المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولكن الأسماء التي تنطلق خلف دائرة النداء والإذاعة أرى الأسماء قادمة بدأت بالاقتراب هناك نحو دائرة النداء والإذاعة، متجهة إلى الفوز إلى الانتصار في هذا الصباح. نعود إلى البداية، إلى بحور مع لائحة العب مع 3 كيلومترات. ما تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار. بحور على المقدمة، هجن العاصفة، غياث الهلالي يتابع بحور مع اول المراكز. ثاني الاسماء هجن الشحانية تنطلق مع ثاني المراكز، والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم هناك المنطلقة والمندفعة عالية مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز سباير، سباير مع ثالث المراكز بشعاري هجن الشحانية، وهنا سالم بن فران المري الذهبي يقدم سباير مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت القادمة عوايد، وأول نداء عوايد بشعاري هجن البشاير. هنا يتقدم هجن البشاير مع أول الأسماء وأول التحديات، ويتواجد في عملية التضمير جاسم بن قبيلي. هنا المحاربي يقدم لنا هناك عوايد مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت الفاتنة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت القادمة جماهير هجن الشحانية، أول ندى لجماهير، وجار الله بن محمد بن عقيل يتقدم البرنس مع جماهير مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن البداية والمقدمة هجن العاصفة على أول الأسماء وأول الانطلاقات. غياث الهلالي يقدم لنا بحور مع هذه الأسماء المنطلقة على البداية. بحور على الاندفاع الأول بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي. ثاني الأسماء وصلت عوايد هجن البشاير جاسم بن قبيلي يتقدم
المحاربي مع ثاني الأسماء وثاني التحديات، هجن البشاير مع ثاني الأسماء وثاني التحديات، ثالث المراكز الفاتنة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي، ثالث رابع المراكز وصلت القادمة الخزعلية هجن الشحانية، مرحبا بالخزعلية أول نداء وأول إذاعة، والشبل الجابر بن سالم بن فاران يقدم الخزعلية مع خامس الأسماء. بدأت الأسماء بسرعة، بدأت الأسماء بالانطلاق إلى هناك خط النهاية، إلى المنصة الرئيسية، إلى الفوز، إلى الانتصار، وبحور على المقدمة، بحور على البداية، هجن العاصفة وهجن الشحانية مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير، غياث الهلالي والمشاقب غيرت هجن الشحانية، انطلقت مع الحزام الأخضر مع عالية في هذا المستوى العالي، يا عالية بشعار هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية، وهنا بحور مع ثاني الأسماء هجن العاصفة غياث الهلالي يتابع بحور مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز وصلت الفاتنة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي، ولكن البداية والمقدمة عالية عالية على البداية، هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية، ثاني الأسماء الفاتنة الفاتنة قادمة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، هجن الشحانية وصلت مع الخزعلية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، اللحظات الأخيرة المثلث الذهبي الفاتنة بحور الخزعلية الفاتنة مع البداية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، بحور بشعر هجن العاصفة الخزعلية بشعر هجن الشحانية، ولكن الفاتنة بحور الفاتنة الفاتنة بحور بحور غيرت بحور انطلقت بشعار هجن العاصفة، تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، ونهني غياث الهلالي من قدم لنا هنا بحور. ثاني المراكز الفاتنة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان وسعيد بن مبروك الوهيبي، وثالث المراكز كانت الخزعلية بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران، ورابع المراكز عالية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وخامس المراكز تبوك بشعار هجن العاصفة وقياث الهلالي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز بحور، والتوقيت الزمني 12:47 و75 جزء من الثاني، تهنى الناموس لهجن العاصفة ونهني غياث الهلالي. ثاني المراكز حضرت فيه الفاتنة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، التوقيت الزمني 12:48 و83 جزء من الثاني، تهانينا والناموس لسعيد بن مبروك الوهيبي. ثالث المراكز وصلت الخزعلية لهجن الشحانية 12:49 و15 جزء من الثاني، تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فرام. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة في